الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج بهار ونار. اليوم الاحد، بس يعني هيك حلقه استثنائيه طالعين فيها انا والشيف محمد. انتم متعودين انه انا وياه نطلع مع بعض يوم الاربعاء، بس رح نطلع اليوم ويوم الاربعاء كمان، ودينا رح تكون معاكم بحلقه بكره مع الشيف امتياز. كيفك يا شيف؟ والله تمام الحمد لله. يعني انا مبح صوتي من الروائح من الاشياء الزاكية اللي هيك عم تغلي وعم تطلع عنا بالاستوديو. احكي لنا واحكي لكل اللي عم يتابعونا هلا ايش عم لنا بحلقه اليوم. اليوم بعد ما نخلص الحلقه، اذا مش كل حدا بقوم بعجن وبعمل معجنات راح ازعل منه. لا هيك اذا بده يزعل الشيف ما بدنا نزعله. ليش؟ لانه راح احكي عن كل اسرار المعجنات وايش كيف تزبط معانا وايش تخرب معانا وايش، يعني عباره اليوم عن درس. حلو جد. تمام، جيبوا ورقه وقلم واقعدوا سجلوا الملاحظات اللي راح احكيها لانه عن جد مهمه. باي ذا واي، انا كنت لما كان عمري 18 سنه كنت مدير مخبز، فانا اعطيكم معلومات رهيبه جدا 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 بالعجين. حلو، يعني كل مره بحلقات الشيف محمد عم نعرف اشياء جديده عنه، عم نحاول نضلنا هيك. يعني عرفنا انه كان مشاغب بالمدرسه، عرفنا انه كان مدير بمخبز، فيلا هينا كل حلقه عم نعرف اشياء جديده. اذا حابين تعرفوا اي شيء ثاني كمان ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن عشان نسال الشيف محمد ونعرف عنه اكثر واكثر. بس اليوم سؤال حلقتنا والدردشه هيك اللي بدنا نفتحها احنا وياكم، انه شو بتكرهوا اكثر شيء بشغل البيت؟ بما انه اليوم يعني انا بدي احكي من ناحيه هيك الستات يمكن اللي عم بيحضرونا، وبدنا نسمع من ناحيه الرجال عن الشيف محمد ايش اكثر شيء بكرهه بشغل البيت. شاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن واحكوا لنا شو اكثر شيء بتكرهه بشغل البيت. يلا احكي لنا اليوم، ما تخبي علينا ولا سر من اسرار المعجنات، بدنا نعرفها كلها. اي شيء راح نخبي؟ انا من الناس صراحه ما دام لابس المريول هاد او الحرجايه هاي او الابره فاعرفوا انه ايش في طحين، في طرطشه، في شو، في حلو. بس صراحه انا من الناس اللي مثلا اذا بدي افتح اي وصفه مستعده اني اطبق اي وصفه، بس لما بشوف عجين ببعد وبخاف. ليش؟ ما بعرف كيف يعني بتعرفي. يعني ما مش مستعده اني اجرب شيء بالعجين، ان اعجن من الصفر انه اعمل شيء فيه عجين. بالعكس اليوم المكونات هيك. المكونات تبعتنا جدا سهلة جدا سريعه، وبعدين العجينه نفسها راح اعطيكم اياها هلا بتزبط للقلي، بتزبط للمعجنات، بتزبط للخبز، بتزبط لكل الاشياء. يعني هاي عجينه سريه صراحه، قعدت سنين وانا اشتغل عليها قبل ما طلعت معي وصارت تزبط وخلص امورها رواق الرواق. الله، يعني من حظنا اليوم قعد سنين واحنا بدنا نعطيكم اياها بخلال هالساعه اللي بدكم تحضروها معنا على عمان تي في. طيب خلينا ناخذ اول شيء المقادير. يلا ناخذ مكونات العجين عشان نبلش بالاشياء اللي بعدين. يلا لعجينة المعجنات رح نحتاج لكيلو طحين، رشة ملح، معلقتين كبار سكر شعبان، 3 معالق كبيرة حليب انجوي، خميرة، ونص كوب زيت زيتون أو زبدة، ومي دافية للعجين. شفنا المكونات والمقادير اللي رح نحتاجها للعجينة، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق. والمفروض المكونات موجودة بكل بيت، فعن جد اليوم ما في حجة إنه في حدا ممكن ما يقوم يعجن بعد ما نخلص حلقتنا، وتشوفوا كيف رح تطلع عنا السفرة بالنتيجة النهائية لإلها. خلينا نروح للشيف محمد ونشوف كيف رح نبلش. يلا هلا أول إشي كتير مهم بالعجين تبعنا هو نوع الطحين اللي إحنا بنستخدمه للعجين تبعتنا. أوكي. كل نوع طحين بيختلف عن الثاني، وكل نوع طحين المكونات الموجوده غير موجوده عن الثاني. فاحنا اللي راح نستخدمه اليوم بنقدر نستخدم طحين الزيرو، حرفيا لطحين عالم. لطحين عالم، في شيء هاي بروتين، في شيء الرطوبه موجوده فيه، في فعالم شو اسمه، عالم الطحين كثير كبير. ولكن اذا بدنا نشتغل بأحسن إشي للعجين، لإشي يزبط لكل الوصفات، هو طحين الزيرو حيزبط لكل الوصفات الموجودة معنا. فخلينا نحط الطحين تبعنا هون. هلا أنت بترطش، بس أنا ما بترطشني معك لو سمحت. لا ما رح ترطش ولا أي حدا، رح نشتغل على الهداوة. أوكي. عشان إيش؟ كله ولا الطحين؟ ليش؟ بالعكس والله الطحين بجنن، كيف علي أنا. أنا صراحةً أنا بستنى هلأ الشيف لما يطلع لنا العجين يصير يعمل لنا هيك فيها، وبما أنه مدير مخبز كان فيعني هلأ حركات بهلوانية بدنا نشوف. حركات بهلوانية صح؟ لا. إن شاء الله إذا عملنا إشي بنعمل، ما طلع لنا إشي ما حنعمل. لا شو ما يطلع؟ رح يطلع خلص. يعني سفرتنا فاضية اليوم، معقول نطلع هيك يعني هون لأخر الحلقة؟ حنمليها نعبيها كلها. طيب. حطينا ايش عندنا هون الطحين تبعنا. هلا اول شيء لازم نعمله هو انه احنا نخلط كل المكونات الجافه الموجوده معنا. ايش هو كل المكونات الجافه؟ بزبط احط لها كل المكونات الجافه. ايش عندنا مكونات جافه هون؟ حنحط عندنا ايش؟ السكر،
تبعنا. طبعا ايش بيسوي السكر جوا العجين تبعتنا؟ السكر هو بيعطيها حمار للايش؟ للعجين تبعتنا. حلو. تمام. واحنا طبعا مستخدمين سكر شعبان. سكر شعبان طبعا عشان دائما نضلهم يربحوا. مدام بهار ونار اعرف انه سكر شعبان، مدام انه خلص معروف بهار ونار دايماً. سكر شعبان كل شيء بنستخدمه بهار ونار، حتى احنا بالبيت نستخدم يس. يعني حتى هيك كلياتنا بالعيله دائما سكر شعبان، ولانه ناعم الحبيبات وما بتحس بقرشه السكر سواء دخل بمثل هيك وصفات او بوصفات الحلو. يس. وحليب ايش بنستخدم؟ ايش نستخدم؟ انت احكي لي حليب ايش؟ حليب انجوي اكيد، لانه مدعم بالفيتامينات. الكل عنده نقص فيتامين دي، يعني كثير قليل نلاقي حدا ما عنده نقص فيتامين دي، فالكم بحليب انجوي مدعم بفيتامين دي بتاخذوه بدون ما تقلقوا. يس. يلا هلا في شغله كثير مهمه وهي بايش؟ بالخميره تبعتنا. في انواع كثيره من الخميره، انواع كثيره برضه. ايش الخميره اللي بتزبط معنا وقد ايه كميه الخميره؟ انتم بتقرروها. ليش؟ انه الخميره احنا عن جد ركزوا معي بالمعلومات اللي عم بحكيهم هلا، لانه هدول معلومات اساسيه اذا احنا ركزنا عليهم بعدين انا بصير اطلع بالعجينه تبعتي، انا اعرف متى بدي اشتغل ومتى بدي اسوي، بصير اعرف اوكي انا بعد ساعه راح اشتغل ايش راح اسوي، راح اقلل كميه الخميره. فايش هي الخميره بتسوي؟ اللي هي بتفتح معي العجين، بتعطيها لون، بتنفش معانا. كيف تتفاعل الخميرة؟ بتتفاعل معانا بالسكر، هي بكتيريا نافعة، فالبكتيريا النافعة بدها عشان تصحى أو عشان هي هلا نايمة، فهمت علي كيف؟ عشان تتفتح بتتفاعل مع السكر، بتتغذى منه، بعد ما تتغذى منه بتفتح معانا. ففي شغلة كتير مهمة، احنا هنحط الخمير هون، في شغلة كتير مهمة وهي انه ايش؟ تقريبا الخميرة والملح هدول الاثنين مش صحبة مع بعض. اوكي. ليش؟ ليه؟ في احيانا الناس ايش بيسووا؟ بيجيبوا طنجره المي بحطوا كل السكر والملح والخميره وبحركوها، بعد فتره اذا بنطلع عليها بتلاقيها انه مش نافشه معنا او مش طالعه الطبقه عرفتيها تاعت الخميره هاي. طب ليش؟ لانه الملح بقتل الخميره. فهمت علي كيف؟ اوكي. فاحنا بس بدنا سكر. احنا هلا ما هو في شغلتين، هلا ممكن نحركها ونحط كميه ايش؟ ملح. كميه ملح بسيطة. خفيفه. ليش؟ عشان ما تاثر على العجينه تبعتنا. حكينا شيء كثير مهم بالعجينه هو الخميره تبعتنا اذا كترناها ايش حتطلع معنا؟ بعد 10 دقائق حتطلع معنا وتكون جاهزه. ايش بنسوي بعد ما نحركها ونعجنها وبس؟ شو بنخليها على جنب 10 دقائق؟ بعد 10 دقائق بتشوفوا ايش؟ انه هي بلشت تتجاوب معنا، تخمر وتنفش. فحنحط هون عندنا شويه ايش؟ شويه ملح. شويه ملح، لانه الملح برضه مهم بالوصفه تبعتنا. يس. اوكي. فحنحركها شوي خليهم يتجانسوا مع بعض، بعد هيك ايش بنسوي؟ بننزل عليهم المي. المي. يس. اوكي. هلا يعني انت هلا كل الاشياء الجافه بس حطيت، ما حطيت ولا الجافه. يس. ولا اي شيء، حطينا كل المكونات الجافه، حركناهم وخلطناهم ببعض. ليش؟ منشان يتجانسوا، وبعدين لما ننزل عليهم المي ما تلاقي جهه عليها طحين، قصدي جهه عليها خميره وجهه ما عليها خميره، جهة عليها سكر جهة ما عليها سكر، جهة عليها ملح جهة ما عليها ملح، كلياتنا بدنا اياهم يتجانسوا مع بعض عشان تطلع العجينة ايش؟ بوم. حلو. حرفيا. بوم. يس. بوم. طيب احنا بدي ارجع ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، منكم شايفين انه احنا بلشنا بالعجين، فاليوم كل وصفاتنا بالمعجنات. بدي اذكركم كمان انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. بدي اياكم اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات تبعتوا لنا اياها، واكيد كمان دائما الشيف محمد بسالكم اذا بدكم اي وصفات نعملكم اياها بالحلقات الجاي كمان ابعتوا لنا اياها على هالصفحه، وبدنا اياكم كمان تشاركوا معنا وتحكوا لنا شو اكثر شيء بتكرهوه بشغل البيت. يلا احكي لنا انت ايش اكثر شيء بتكرهه. طيب. بشغل البيت. قبل ما احكي الموضوع تبعنا بدي احكي نصيحه او شيء تريك جدا مهم، وهو ايش؟ المي. المي تبعتنا اللي لازم نستخدمها وين؟ جوا العجين تبعتنا لازم تكون فاتر اذا انا بدي اياها تطلع ايش؟ تطلع بدري. سخنه ما بزبط. ليش؟ المي السخنه حتقتل الخميره تبعتنا. تيجي تحكي لي والله انا بسخن البكرج تبعي وبخلي حدا جنبي ينزل لي بالبكرج تبعي وهي عم تبكبك وايدي بنحرقوا، والله تصير تحكي للاولاد انحرقوا ايدي والله وانا قاعده بعجن عشان تاكلوا. لا هذا الاشي غلط ما بزبط، فهمت علي كيف؟ والله هذا الاشي ما بزبط، لازم يكون المي فاتره عشان ايش؟ تزبط ما تقتل البكتيريا تزبط العجينه تبعتنا وما تحرق ايديكم وتحكوا لهم والله انا عجنت وانا عملت. لا خليها تكون دافيه اذا هيك. يس. المي الدافيه هي السر. وبعدين بنصير ننزل شوي شوي بنحركها، كل ما شفناها شفطت
كل ما قلنا لها ايش خذي شويه مي، ما بحط كل الكميه مره واحده. ليش؟ لانه انا زلمه ما بفهم بالعجين كثير مثلا، انا ما عندي خبره كثير عاليه. أوكي. بصير انزل لها شوي 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 شوي. ثاني شيء جدا مهم بكيمياء الطبخ، هو الطبخ كلياته عباره عن كيمياء. حس حالي كثير حكيت اليوم صح؟ لا بالعكس، بدي ما بدنا نخلي ولا سر، بدك تحكي لهم كل الاسرار. خلص. عشان والله انا بحب دائما شو اسمه جربوا الطبخات تبعونا، واهم من انكم تجربوها تعرفوا ايش اللي بيصير بين الاشياء عشان بيطلع معنا هذا الاشي. يعني لما يدرس الحدا كيمياء طبخ بصير يعني يطلع على الاجزاء الجزيئات الصغيره الموجوده جوا الذرات تبعون الاشياء المكون عشان يطلع معه. فاحنا اذا طلعنا على حبه ذره الطحين الوحده، اذا بندخل فيها كثير قريب كثير كثير قريب، عندنا مي وعندنا ذره اللي هي ولا شيء، احنا ما بنشوفها بعيننا المجرده. اذا حطينا عليها مي وخلطناهم ببعض حتاخذ من برا حتاخذ من برا ايش حتشفط، بس ما حتوصل المي لجوا. فايش الطريقه اللي احنا نسويها عشان تزبط معنا؟ انه احنا كل شوي نريح العجينة شوي صغيرة زي هيك واحنا عم نحكي هلا. بعدين ازيد عليها شوية مي، اشوف بدها مي لا ما بدها مي مثلا، بدها مي حستنى عليها شوي صغيرة بعدين ايش ارجع احركها. ليش؟ لانه انا اذا زدرت المي تبعتي مرة واحدة كلياتها فوق الهاي حيخلط حيخلط حيخلط، جزء منه حيضله ناشف وجزء منه جزيئات ما حيشفط كل المي الموجود بيناتنا. فانت عم تاكلي احيانا حبه بيتزا او اي شيء بتطلع عليها من جوا بتلاقي من برا احمشه شوي زاكي من جوا، مش طريه. اذا بنطلع بالجزيئات تبعونها اللي جوا بتلاقيهم معجينه شوي صغيره. التعجين اللي شوي والله صغيره والله، يعني لما بدك تاكل معجنات تكون على الجوع، فما بتدقق بالجزيئات اللي جوا جوا. انا كنت اكره الكيمياء فيعني كمل لهم المهم. قال كمان تخليتي لي مجال اكمل ولا خليتي لي، خلينا امسكهم عشان ايش مهم. يعني خلاصه الموضوع يا جماعه، قبل ما تاكلوا قطعه البيتزا او قطعه المعجنات اللي بتجيبوها او بتعملوها، تطلعوا على الجزيئات من جوا جوا كيف بتكون الجزيئات، وبعدين قرروا الله يسامحك اذا كانوا ضايفين المي مره واحده او مش ضايفينها، ضايفينها بالتدريج صح؟ الله يسامحك. بس هيني لقطت، مركزه انت عم بتجننيني. طيب بدنا كمان طحين، احط شويه طحين. ليش؟ لانه انا زودت شويه مي. اوكي، وعشان زودت شويه مي فلازم نعوض بطحين بطحين. يعني ما في شيء ما بزبط عنا. زاد حسيتوها شويه مرقه بتزيدوا طحين، حسيتوها شوي ناشفه بتزيدوا مي. بس هذا الشيء لازم يكون باول مراحله، اذا باخر مراحل هيغلب شوي صغير وحيمل الدنيا نفس ما ايش عم بملي هلا. اوكي تمام، فهلا حنخليها ايش تتحرك وتتجانس كويس معنا. اوكي طيب نرجع للموضوع تبعنا، احكي لي هلا ايش السؤال تبعك. سؤال، ايش اكثر شيء بتكرهه بشغل البيت؟ اكثر شيء بكرهه بشغل البيت هو الجلي. جد؟ عاد انا بحس الجلي احلى شيء، انا بحب الجلي، بحسه بفرغ طاقات الواحد لما بيجلي. انا واحده من الشغلات اللي ما بقدر اتحملها الجلي، ما بقدر اتحملها. لما كنت ادرس ايام زمان طبعا مش الكل يعني، بس انا كنت شاطر بنفس الوقت مشاغب نفس ما كنا نحكي به بهي. فكان يجوا واحده من الشغلات اللي احنا لازم نعملها كشفات انه احنا نحلق كل يوم. اوكي فانا ما كنت احلق كل يوم. ايوه، فانه انت كيف تحلق وما تحلق؟ انت عم تدرس طبخ فانت لازم تحلق وانت عارف هذا النظام. طيب فانا احكي لهم اوكي، بس انا نسيت، صارت كل يوم اطلع كل يوم حجه فلما شو اسمه، ما هو انا يعني انت تخيل انت عم اذا بحلق انا بصير بيبي فيس عن جد، ببين 13 سنه. فهمت علي كيف؟ ببين عن جد عن جد اني سنفور. هو لقدام شوي بصير احسن، الواحد بصير بده يصغر حاله. هو هاي لها سلبيات وايجابيات، ومشان هيك فلما كنت ادرس كان يجي يحكي لنا اشلح مثلا روح احلق، احكي له ما بدي احلق، يقول لي معناته الجلي اليوم عليه. فانا احكي له اوكي جلي ما عندي اي مشكله. صرت تكره الجلي. فانا لا مش هيك هلا، انا من قبل ما ادرس اصلا كنت عم بشتغل، فهمت علي كيف؟ فالواحد لما بلش، انا ما بلشت من يوم وليله شو اسمه شيف ولا طباخ ولا، انا بلشت اجلي، بلشت انظف، بلشت اشطف، بلشت يعني مرت شو اسمه مراحل، مرت مراحل كثير كبيره. بعدين صرت يخلوني اقدر اصلا امسك العجين. انا قعدت 3 شهور يا جماعه، اذا بنحكي عن موضوع العجين 3 شهور يا جماعه بس، وانا عم بفرم جبنه وبفرم بطاطا وبفرم، بس ما عم بعمل ولا اي شيء ثاني. ممنوع تمسكها للعجين. ليش؟ انه
كان يحكي لي انه هذا سر المهنه تبعتنا، ما بتقدر تشوف كيف بعجن. اه فهمت عليك. بس جبت لنا بالاخر السر. هلا جبنا لكم السر. اه طبعا. بس بعد السر ايش عنا اليوم؟ بعد ايش؟ بعد ما جليت العالم. بعد ما جليت وفرمت كل شيء. يس. طيب بدك تتركها هلا شوي ترتاح كمان بعد ما نخلص عجن. يس. اه طبعا لازم. اوكي. اها هلا في شيء كثير مهم واللي هو انه احنا لازم نحرك فيها كل شوي صغيره ليه؟ لانه بيقع هلا بفرجيكم كيف بتفك. هاي هي بيقع العجانه تبعتنا ايش حيكون؟ طلع هون في عجين تحت ايش حيكون؟ حيكون في طحين. الطحين هذا اذا ما حركناه اول باول هيها الطحين هذا اذا ما حركناه اول باول ايش حيصير فينا؟ حيطلع معنا كبتيل جوا العجينه جوا العجين. فمنشان هيك بنصير نحركه كل شوي. اوكي. طيب عم بسألوك شيف، اذا ما عندنا محضرة طعام او عجانة ممكن نعملها بالايد؟ على الايد طبعا. على الايد طبعا. انا اول مرة صراحة بعجن بالعجانة. انت بتحب الايد؟ حلو. عضلات يعني بحب لا 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 مش عضلات، مش جو عضلات وهيك، بس انه خلص بحس انه الشيف لازم نكهته تدخل بالطبخة وانه لازم يتعب عشان ياكل اشي زاكي. حلو. فهمت عليك. طب هلا بما ان اليوم احنا كلياتنا معجنات ومعجنات، شو اكثر نوع معجنات بتحبه؟ صراحة انا بحب البطاطا كثير، بطاطا وشطة وجبنة مثلا رهيبة. بعمل انا اشي اسمه محمرة. محمرة هاي انا اذا بعملها ممكن اكل طنجرتين جد، بحكي من كتر ما بعملها جد زاكي. طب اليوم عملنا محمرة؟ لا صراحة لأنها بتاخذ وقت. فما بزبط نعمل شغلات أكثر من شغلة ورا بعض ويكونوا طوال عشان نلحق نعطيهم كل الأسرار تبعونهم. فأنا عم بعجن قدامكم هيني، طلعوا عم بريحها شوي صغيرة ليش؟ عشان ترتاح أول إشي العجينة تبعتنا، بعدين نكمل بالبروسيس اللي بعديها. أوكي. طيب وقد إيه بدنا نتركها ترتاح بعد ما نخلص عجن؟ حسب كمية الخميرة اللي إحنا حاطينها. اوكي. ومتى انا بدي استخدمها؟ ممكن اخليها هلا، لازم ترتاح على كل الاحوال، بس انه شو اسمه تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة بس؟ كويس. يس. أوكي. بعدين بنقطعها، بعد ما نقطعها بنتركها شوي ترتاح، بعد ما نتركها شوي ترتاح برضه بنرجع ايش؟ بنشتغل فيها، بعد ما نخلصها برضه بنرجع بنريحها. ليش؟ لأنه العجين فياتها الخميرة، الخميرة هي اللي بتعطي النفشة تبعتها. أحيانا بنروح عم ناكل محلات معجنات بتلاقي المعجنات تبعونا مش ظابطين. ليش؟ لانه او هيك بتحسوهم زي العجينه الميته طالعه، فهمت علي؟ ما في النفخه، ما في الاشي الفلافي. هذا الاشي الفلافي بكون من ايش؟ بكون من الخميره. كل ما تركتها ترتاح اكثر كل ما بتنفش. عاد انا بحس الطراوه بتاعت العجينه بتكون من اللبن او الحليب اللي بنضيفه. هلا بتساعد اوكي، بس انه الاشي اللي بيعطيها اكثر نكهه وبيعطيها خميرة. قوام اكثر انه هي تضلها فلافي اكثر، هي انك انت تتركها وترتاح براحتها. ليه؟ لانه الفقاعات الموجوده جوا الاشياء الموجوده الصغيره عرفتها. كل ما تركناها ترتاح لحالها كل ما ايش؟ كل ما كبرت معانا وكل ما اعطتنا عجينه احسن. اوكي. يعني انا متخيله كل ستات البيوت اللي هلا عم بيحضرونا اول مره بحياتهم بسمعوا هاي القصص. عاده بنجيبها للطحين بدون عيارات، بنصير نحط ونعجن وبيطلع معنا العجين بدون ما نقعد نتطلع، بدون ما نعرف كل هالتفاصيل. بس حلو انه احنا نعرف كل هاي التفاصيل الصغيره اللي بتفرق معنا بالعجين، لانه كثير مرات بتطلع معنا العجينه شوي يابسه، مرات بتطلع معنا كثير طريه، مرات بتطلع معنا منيحه بعد ثاني يوم بتصير يابسه. فيعني اليوم شيف محمد معطيكم كل اسرار العجين. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات بخصوص العجين ابعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن عشان نجاوبكم على كل تساؤلاتكم. وكمان ما تنسوا تحكوا لنا ايش اكثر شيء بتكرهوا تعملوه بشغل البيت وايش بدكم وصفات بالحلقات الجايه. اليوم في كثير اسئله فما في حجه انكم ما تشاركوا معنا، وما تنسوا تعملوا كمان شير لحلقتنا لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. شو يا شيف شو الوضع؟ طيب خليني البس كلوفز ثاني نعطيهم معلومه صغيره قبل ما نطلع ايش للفاصل الصغير. كيف نعرف العجينه تبعتنا جاهزه ولا مو جاهزه؟ يلا هذا شيء جدا مهم. طبعا اذا طلعنا على العجينه هلا بالمراحل تبعتنا اللي هي هلا ممكن نعمل زوم عشان ايش نفرجيهم التفاصيل الصغيره على العجينه. شايفين هذا الشيء الموجود هون؟ هذا الشيء هو بدل انه العجينه تبعتنا متجاهزه. ليش؟ العجينه كلياتها لازم تكون متماسكة ببعض وما فيها كل التشققات هاي وفيها الأجزاء. هلا هي كانت ضربة واحدة أو هي كانت إشي واحد، كيف صارت هيك؟ لما صارت دخلت عليها الزبدة، الزبدة بتعمل طبقة
بين الطحين والاشياء الثانيه الموجوده معانا المكونات، فاحنا كيف بدنا نذوبها معانا؟ بنمسكها لو انه انا عم بعجنها بايدي بالبيت او شيء، بمسكها وبضلني نازل فيها ضرب 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 ضرب، بخليها تدخل جوا الايش؟ جوا وتتجانس معانا المكونات. فايش حنسوي؟ حنحطها هون نخليها براحتها براحتها، ما بدي كثير برضه نعجنها كثير. ليش؟ انه اذا عجناها كثير حنطلع الجلوتين الموجود جوا الايش؟ الجلوتين ايش هو؟ اللي هو المقاومه او البروتين اللي موجود جوا الطحين. فحنخليها تتحرك هلا براحتها ونطلع فاصل صغير ونرجع لهم. يلا اذا احنا رح نطلع لاول فاصل بحلقتنا لليوم، من بعد الفاصل رح نرجع لنفرجيكم كيف رح تطلع معنا العجينه ونكمل باقي حلقتنا لحتى نعبي السفره عنا. خليكم معنا، رجعنا لكم نكمل باقي وصفاتنا لليوم. بدي ارجع ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا واذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. اليوم الشيف محمد العليان عم بحضر لنا معجنات وهو من المعجنات بديش تروح علينا الحركات البهلوانيه اللي بدي يعملنا اياها، فبدي اياكم تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وما تنسوا تعملوا شير للحلقه لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. اليوم كل اسرار العجين عندنا بمطبخنا. يلا يا شيف فرجينا. شو بفرجيك؟ شو بدنا نعمل بالعجين؟ بالعجين تبعتنا خلصناها، هلا لما تطلع من العجانه تبعتنا حتكون حجر حرفيا. حجر، ما بزبط نشتغل فيها ولا بزبط نعمل فيها ولا شيء. ليش؟ لانه احنا رفعنا الجلوتين اللي جواتها دعكناها كثير فصارت ايش شادة. هلا لو اجي ومعي مش جرافه المدحه اللي عرفتيها ونحطها عليها راح ترجع تصغر معنا، فعلى الفاضي. ايش بنسوي؟ بنمسكها بنحطها بايش؟ باللي عجناها. ممكن عشان ما نضايق حالنا او ما نتغلب فيها ايش بنسوي؟ بنجيب رشه طحين. وايش بنسوي؟ بنرشها هون وبنخليها ايش؟ على ترتاح جنب وترتاح معنا. هلا حندخل على الايش؟ على ال ثواني على العجين اللي انا محضرها قبل. اوكي طلع ما احلاها. يس شايفين قد ايه نافخه؟ ليش؟ هذا نافخه لانه انا مكتر عليها شويه ايش؟ شويه خميره. بس هي احسن تكون نافخه. لا احسن. هلا انا اذا بدي اياها مستعجل انا بكتر خميره، انا ما ما بدي اياها، بدي استخدمها بكره مثلا. بحط شويه خميره صغيره وبخليها لبكره وبكره بتطلع امورها رواق رواق. اوكي لازم يتركوها بالثلاجه ولا ممكن برا؟ حسب عادي ما في اي مشكله الجو. حسب ما هو انا بحكي. هلا كيف بنقرر؟ كيف بنقرر انه احنا بدنا عن جد تطلع هلا ولا احنا بدنا اياها تطلع بكره؟ كيف بنقرر انه انا اول شيء انا عندي عزومه بكره؟ واحدة من الشغلات اللي انا ممكن اعملها انه انا ممكن شو اسمه ممكن اجيب العجينه تبعتي. انا بالوضع الطبيعي بحتاج معلقتين مثلا على الـ على الـ على العجينه تبعتي، بحط نص معلقه. اوكي ليش؟ لانه انا كل ما كترت الخميره تبعتي كل ما نفشت اكثر. كل ما لا مش كل ما كل ما كترت الخميره كل ما جهزت اسرع. كل ما قللناها كل ما خلينا التفاعل تبعها اهدى لتاني يوم ولا ثالث يوم. يعني ممكن انت تعجني عجينه وتستخدميها بعد يومين. ممكن اصلا انت تعجني عجينه وتحطيها بالفريزر. حلو. وايش وتجهز معها. yes. اوكي يعني احنا هاي محضر لنا اياها انت من قبل. yes. ونافشه عندنا ومرتاحه وامورها تمام. yes. هلا بدنا نقطعها ونخليها كمان مره ترتاح. لا حنشتغل فيها دايركت. خلص دايركت. yes. اوكي طيب هلا هو الافضل انه نخليها ترتاح، ولكن احنا مش مشكله بنريحها بنريحها بالبيت الجزء الثاني من الهاي تبعتنا. طيب هلا ايش كثير مهم انه احنا عم نشتغل ما بدنا ايش العجينه تضلها مكشوفه. ليش؟ اذا تضلها مكشوفه مع الهواء تبعنا ايش بصير فيها؟ بتنشف. واذا نشفت بتصير تعطي مناظر مش لطيفه على الايش على الحبه تبعتنا. فهلا حنقطعهم معنا بهذا الشكل على الحجم اللي انتم بدكم اياه مشان يطلع ايش كله متناسق. كله متناسق. عم بيسألوك ايش رح تعمل لنا حشوات بحلقة اليوم؟ رح نعمل سبانخ، رح نعمل بطاطا، رح نعمل هوت دوغ، رح نعمل يعني تشكيلة. حلو. تشكيلة تمام. تشكيلة ونفرجيهم أكثر من شكل ممكن ايش يقدروا يعملوا بالبيت. يس. طيب بما انه اليوم سؤال حلقتنا شو اكثر شيء بتكرهوه بشغل البيت، عم توصلنا كثير تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. بدي ابلش اقرا من التعليقات اللي عم توصلنا لحتى نقدر نجاوب على اسئلتكم ونعرف انتم شو بتكرهوه بشغل البيت. في عنا ام مصطفى عم بتقول يسعد صباحكم بكل خير منورين، من شغل البيت بكره الكوي.
والله هاي شغله من الاشياء كمان الواحد بيستزنخها شوي. صح. اوكي مثل الفل والياسمين ما شاء الله عليكم، حلقه رائعه والوصفات ولا اروع، انا كثير بحب المعجنات خصوصا البطاطا والسبانخ، يسلم ايديك شف، عم بتقول لك اخلاص المناصير. شكرا شكرا يا اخلاص. وفي عنا كمان خوله عم بتقول يسعد صباحكم، يعطيكم الف عافيه منورين، شكرا لك. في عنا زياد عم بيقول يعطيك العافيه، سلم ايديك يا شف محمد على هالمعجنات. ممكن سؤال، شو هو سبب وجود البكتيريا على الخبز؟ اي بكتيريا على الخبز؟ مش فاهم، وضح لنا السؤال يا زياد، ايش قصدك بالبكتيريا الموجوده على الخبز؟ اوكي. وفاطمه عم بتقول يعطيكم الف عافيه منورين، وصفات بتجنن. في عنا كمان مريم عم بتقول اكثر شيء بكرهه بشغل البيت هو التمسيح. اوكي المسح. تمسيح يعني اوكي. يعني انا بالنسبه لي عادي مش مشكله، بحطها بضلني ماشي. بس انا لقيت حدا زيي، بما انه انا ما حدا سالني بالحلقه انت ايش اكثر شيء بتكرهيه بشغل البيت، ما حدا عبرني. لا لا فليلى لا لا. انا بدي اقول لك كمان انا زيي زيك، بكره اكثر شيء مسح الغبره. مسح يعني احكي لي اي شيء، احكي لي اي شيء اعمله بالبيت ما عندي مشكله الا امسح غبره، اقعد امسك قطعه قطعه ورفرف وطاوله لا 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 لا، هذا الحكي بعيد كان. لا. انا ماليش دخل، اعوذ بالله من غضب الله. بس الجلي ما عندي مشكله فيه، الكوي ها بنمشي حالنا، بس صراحه انا زيك يا ليلى. اوكي ام حمزه عم بتقول ما بحب الشطف، وام ريما عم بتقول يسعد مساكم من شغل البيت، بكره كل شيء للاسف، وانا بس بحب القهوه. بس بحب القهوه، كلنا بنحب القهوه. هذا وانت ما بتشرب قهوه كمان؟ ايه انت ما بتشرب قهوه؟ بس انه يعني بالمناسبات احيانا بحب شوي صغير. اوكي طيب، واذا عندكم كمان اي اسئله اي استفسارات بخصوص العجين كمان ابعثوا لنا اياها على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، وكمان بدنا نعرف منكم ايش بدكم نعمل لكم بالحلقات الجاي. حلقه يوم الاربعاء مرتب لها ولا لسه؟ ايه حلقه يوم الاربعاء مرتب ايش بدك تعمل؟ لا لا لا, لا, لا انا دائما بطلع بسالهم وهم بيجاوبوا. يلا اذا هيك انتم بدكم تحكوا لنا ايش بدكم بحلقه يوم الاربعاء لحتى نحضر لكم اياه انا والشيف محمد. يس. اوكي طيب خلينا ننزل هاي تحت. الله يعطيكي الف عافيه، تعبتي معنا اليوم. والله لما تكون تشتغل بمطبخ مثلا لحالك وهيك بتضرب انت صحبه، بتضرب صحبه مع الاشياء تبعونا. تعالي ويني وينك انت يا، فهمت عليك الكل بفكرك مجنون ولا ايش؟ بالضبط، واحد بفكرك انه مع مين عم تحكي. لا عادي بحكي مع حالي. فانت هيك الطبيعي عندك. فانا حغطي هدول شوي صغيره بفاينات. ليش؟ عشان انا ما بدي اياهم ينشفوا. أوكي. نفس الوقت ما بدي احط نايلون، لان اذا بحط النايلون هلا تبعنا ايش حيصير فيه؟ حيلزق بالعجينه. يس. اوكي عم بسالوك ما في زيت بالوصفه؟ حطيت شوي صغيره بالعجينة. اخر شيء حطيت شوي صغيره بس. أوكي. مش اكثر ولا اقل. تمام. وفي عندنا كمان سؤال، انت استبدلت الزبده بالزيت؟ بنقدر نحط التنتين وانا حطيت التنتين. اوكي yes. في عنا فرحة بتقول يسعد صباحكم الكوي والغبرة. وفي عنا حسن عم بيقول بدنا فتة، بدنا فتة بس ما حددنا فتة ايش. اوكي وبدنا اكلات من الشيشان عم بتقول لك ليلى. شيشان بس شتا هذا، عشان كل الاكلات شوي شيشانية شتوية تقيلة، فاحنا بدنا خليها للشتا. yes. طيب نرجع للعجين. نرجع للعجينة تبعتنا. ايش حنسوي؟ حنفردها. طلع كيف عم تفرد، فمعناته انها مرتاحة 100%. يس. هيك امورنا ايش؟ رواق الرواق. طيب ايش راح نحط حشوات هلا؟ شو؟ احكي لي. والله يعني انت ما ذكرت اشي انا بحبه. انت بدك تعمل سبانخ. بلا. انت بدك أيوة. تعمل انا بحب الجبنة. جبنة. حنبلش بالجبنة. يلا ناخذ وصفة الجبنة عشان نحشيها جبنة. لحشوة المعجنات أول حشوة رح نبلش فيها الجبنة، رح نحتاج لجبنة بيضة، بقدونس، بيض وزبدة. أول إشي أنا من محبين الجبنة، فبلشنا بأول حشوة هي حشوة الجبنة. وطبعاً أكيد لما بنحكي عن الأجبان بنحكي عن المها، لأنه إحنا كل منتجاتنا الألبان والأجبان دائماً بتكون من المها. لازم تجربوا الجبنة تبعتهم. أنت اليوم إيش مستخدم؟ جبنة المها. لا جبنة بعرف بيضة. بس إنه جبنة بيضة العادية. أوكي يس. بزبط حلوم، بزبط الشذر، بزبط ميكس أجبان، أي إشي بزبط بدكم إياه تحطوه بزبط. كل إشي بالحياة بزبط. دائماً بنحكي إنه إحنا متحكم بالحشوة تبعتنا. أوكي حطينا هون الجبنه تبعتنا، عم بفقصها كثير كويس. طبعا تاكدوا ان هي مش مالحه، اذا كانت بدها مالحه، اذا كانت مالحه ايش بنسوي فيها؟ ننقعها. ننقعها
وبس نخلص اهم شيء نسويه بكل الحياه هو احنا نتاكد انه هي ايش ما فيها مي. هاي واحدة من الشغلات اللي يا الله شو بتسم بدني لما اروح اشتري معجنات من مكان، بتلاقي المعجنه تبعتهم زاكيه وكل شيء، ولكن لما ناكل حبه الجبنه بنطلع من جوا ضل تدقق على اللي جوا. انا والله كثير بتدقق بتفاصيل الاكل طبعا، يعني هو حسب كل واحد يس. يعني انت شوف فاذا بنطلع عليها من جوا بنلاقي انه في طبقه معجن شوي او صح مي، فانه هذا الاشي مش لطيف معه، هذا بيكون سببه انه هم مش مصفينها كويس من المي. اوكي يس تمام. عندنا هون بيضه حنحط عليها، بس والله اول مره بشوف هاي فكره البيضه مع الجبنه. عندنا هون زبده أو كمان لزينة وبيعطيها منظر وزكاوة وإشي كتير لذيذ اللي هو إيش؟ البقدونس. حلو والله، هيك يعني حشوة جبنة لطيفة جدا. يس أوكي، نخلطهم كلهم مع بعض. وكيف بدنا طيب نصفيها للجبنة؟ بنحطها بشو اسمه؟ عادي بالمصفاية العادية، يعني قبل ما نضيف عليها الإضافات هاي. أوكي تمام، هيك خلصت حشوتنا؟ يس اوكي. وكيف رح تشكل لنا اياها؟ هلا حتشوفي. سفينه ولا رح تسكرها؟ سفينه سفاين سفاين جبنه. yes. طيب احنا رح نفرجيكم سفاين الجبنه، بس اول إشي بدنا نروح لفاصل، ومن بعد الفاصل بنرجع. خليكم معنا وما تنسوا تعملوا شير لحلقتنا على عمان تي في كيتشن. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. بدي ارحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، واذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك، وان اليوم كل وصفاتنا بالعجين. شيف محمد حكى لنا كل اسرار العجين، يعني ما في حدا بتخيل رح يقوم يعمل عجين هلا وما تزبط معاه، حكينا كل اسرارها. اذا لسه عندكم اي اسئله واستفسارات ثانيه ابعثوا لنا اياها. رح نبلش هلا بحشوات العجينه تبعتنا والمعجنات تبعتنا. yes. نرجع للشيف. اول شيء احنا كنا بدنا نطلع للسفاين الجبنه. وينهم سفاين الجبنه؟ هي جهزناهم احنا، رح نحشي كلياتهم مع بعض. اوكي فانه جهزنا الجبنه تبعتها حطها هون. عندي هون حشوه البطاطا. أوكي. فخلينا ناخذ مقادير البطاطا وناخذ مقادير السبانخ مره واحده عشان ايش نعملهم مع بعض كلهم. يلا لحشوه المعجنات بالسبانخ رح نحتاج لسبانخ، كزبره، بصل، عصير ليمون، زيت زيتون، شطه، ملح وفلفل وكمون. اما لحشوه البطاطا فرح نحتاج لبطاطا، ملح، فلفل اسود وزبده. شفنا الحشوه تبعت البطاطا والحشوه تبعت السبانخ، والشيف طلع بده يحضر كل الحشوات ويعملهم مره واحده. خلينا نشوف هلا كيف البطاطا رح نعملها، بس انا اللي استغربت منه الكمون. كمون؟ ليه بدك تحطه مع السبانخ؟ هلا بتعرف يعطي نكهه. رهيب. والكزبره كمان ما استغربتي منها؟ استغربت صراحه، بس يعني بحس مرات في ناس بحبوا يخلطوا لما يكون في إشي ورقيات بحبوا يخلطوا ويدخلوا الكزبره. yes. فما علقت على الكزبره، بس كان طيب. تعليقي على الكمون. طب ما علقتي على القشر تبع البطاطا؟ لا مش معناته. اوكي طيب، عندي هون البطاطا ليه حطيتها بقشرها؟ بالعاده احنا لما كنا نشتغل بالاماكن او المطاعم او قطاع العالم الاخر اللي هو ايش بنسوي، الفرن عندي شغال ايش بسوي؟ بمسك حبه البطاطا بلفها بقصدير وبرميها جوا الفرن. القشره تبعت البطاطا نفسها لما ادخلها جوا بتعطي او بتعشق من نكهه السموك الحرق تبعت الايش تبعت الفرن، فهي بتعطينا النكهه الصح. فهمت علي كيف؟ ثاني شيء مفيده، بس اهم شيء نغسلها كثير كويس. حنحط عندنا هون ايش؟ ملح. حنحط هون فلفل. تمام. وحنحط عليها ايش؟ شويه زبده. حلو. شوية صغيرة. وقلت انت بتحب الجبنة معاها، رح تضيف جبنة معها ولا رح تخليها بطاطا؟ لا جبنة موزاريلا صراحة، مش زي هيك. اوكي. فهلا بعد ما حطيناهم كلياتهم مع بعض ايش حنسوي؟ شو؟ حننزل فيهم برش، يعني ضرب. يلا نحركهم مع بعض ونرجع لسؤال حلقتنا اللي هو شو أكثر إشي بتكرهوه بشغل البيت؟ رح أرجع أقرأ من التعليقات اللي عم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. في عنا سامية عم بتقول يسلم إيديك شيف روعة الوصفات، وفي عنا سيدرا عم بتقول لو سمحتوا اعملوا لنا معكروني بالبشاميل، وفي كمان عنا عايدة عم بتقول لك بدنا إياك تعمل لنا أم علي. حاضرين. وفي عنا نغم عم بتقول يعطيكم العافية، أنا بحب كل شغل البيت بس ما بحب أنشر الغسيل بالأكلات بتشهي يا شيف محمد، يعطيك العافية. الله يعافيكم يا رب. في عنا نداء عم بتقول الله يسعد مساكم بكل خير، شغل البيت حلو بكفي إنك بتغيري جو وبتملي فراغك. مزبوط. الواحد بفش غلم بشغل إيش؟ البيت. أنا بدي فراغ، هداك الفراغ اللي فيش حدا ملاقيه أنا بدي إياه. أوكي
تمام. احنا هي خلصت اول ثاني حشوه عندنا البطاطا صح؟ يس. هي جهزت معنا. هلا رح ندخل على الايش؟ السبانخ. على السبانخ. السبانخ ايش كثير مهم اللي هو انه يكون مغسول كثير كويس. ثاني ايش كثير مهم اللي هو احنا ايش نسوي؟ نعصره. لما نعصره ايش بنحط عليه؟ ايش؟ ملح. ليش الملح؟ عشان ينزل ميته. يا عيني الفن. كيف؟ الله الله. خلص صرت انا فنانه بالطبخ. خلص الى العالميه وما بعدها. ست بيتي معدله مضبوط اختش. يس. طيب. هلا انا لسه بستنى الكمون وين بده يروح. هلا حنفرجيكي وين حيروح. حط هدول. طبعا هاي المي اللي بتنزل منه هي ميه مره مش لطيفه، فهمت علي كيف؟ او مش انه مره، بس انه بتعطي طعم مش لطيف. وثاني شيء بتكتر كميه المي الموجوده معنا وين جوا الخلطه، وهذا الشيء برضه مش لطيف على كل الاحوال. ليش؟ انا لما بدي اعمل حبه السبانخ بدي بس سبانخ جواتها، ما بدي يتكرر موضوع الايش المي اللي حكينا عنه احنا، فهمت علي كيف؟ يعني ما بدي برضه بدنا نصفيها. يس. اوكي. فهذا كيف نصفيه؟ بتعرفي ولا لا؟ تعصير كتير قوي. طلعوا علي كيف؟ ايوه. جبنا هون يلا شوي صغيره. وايش حنصور فيها؟ بكل ما اوتينا من قوه. شوف محلى لونه. يس. شايفه كيف؟ اوكي. أوه. ايوه. واللي ما عنده عضلات، ما عنده عضلات ما يعمل هاي الطبخه. بالضبط. اللي ما عنده عضلات يخليه على حشوه البطاطا وحشوه الجبنه. يس. هيك راح نعملها بهاي الطريقه. خلينا نجيب صحن صغير هون عشان نحط فيه الطبات تبعنا. يلا حلو. اها شفتي قد ايه كان مليان؟ حبيت. وهذا زي ما حكيت انت، اذا حطيناه مع السوائل تبعته رح يعمل طبقه جوا العجين ويطلع مش لطيف. بالضبط. رح يطلع معجن. اوكي. هلا حنحطها هون. نبلش نضيف عليه المنكهات. بصل. بصل. كزبرة باودر. اوكي. هنحط كمون. هاي الكمون عشان كمون عشان دانا تسأل. هنحط عليها ملح. ملح فلفل قصدي فلفل. فلفل وملح. مش كتير. ليش؟ لأنه احنا حطينا أول شيء بالبداية. بالسبانخ. هنحط عليها ايش كتير مهم وهو الشطة الحمراء. عشان اللي ما ياكل شطه ما في يقرب عليها هاي، لانه هاي الطبخه بدون شطه مش زاكيه. هنحط عليها زيت الزيتون. هنحط عليها كمان اهم شيء وهو ايش؟ الليمون. عصير الليمون. وبعدين باي ذا واي، لانه كل الناس بتعرف انه قد ايه في فوائد بالسبانخ، بس ما بتعرف انه بيتم امتصاص الحديد اللي موجود بالسبانخ لما احنا بنضيف عليه عصره ليمون او اي عصره من اي شيء فيه فيتامين سي عشان يعزز من امتصاصه للجسم. فاذا انتم عاملين السبانخ سواء كانت طبخه سواء كانت المعجنات بالاقراص بايش ما كنتوا عاملينها، لازم تضيفوا عليه عصره ليمون لحتى الجسم يستفيد منه ويتم امتصاص الحديد اللي فيه بطريقه افضل. هلا عم بنحركه. شو الوضع؟ عم نحركه عشان يجانا سوء المكونات مع بعض. طلع اللون تاعه صار عالمي صراحة. مش عادي قد ايه فخم. حلو. هيك صارت عندنا كل الحشوات جاهزة. يس. هاي واحدة تنتين. والعجين جاهزة. ثالثة. العجين ريحناه شوي صغيرة عشان لما يشتغل معانا يطلع أموره ايش؟ على السريع. لوز اللوز. اوكي. يلا خلينا نشوف هلا كيف بدنا نشكلهم. الجبنة احنا متعودين عليها سفاين، السبانخ متعودين عليه راس هيك مثلثات، والبطاطا برضه نفس الشيء مثلثات، بس انا دائما بكون عندي السؤال انه هاي بطاطا ولا سبانخ؟ وانا متخيلة انه كثير ناس زيي لانه بيعملوها نفس الشكل، فانت اليوم كيف رح تميز لنا اياها؟ هلا بفرجيكي اياهم، حنعمل اكثر من شكل واكثر من رسمة مشان ايش؟ تزبط معانا وتعرفوا اكثر شكل بنقدر عليه. طيب، حنجيب طبعا هاي اللي تركناها قبل شوي شو صار فيها؟ نشفت شوي صغيره. بفردها شوي وبجيب ايش الجلوفز تبعوني بنحط المكونات. مش لها الخاتم. هلا نشوف وقد ايه بدهم وقت بالفرن شيف؟ حسب الفرن تبعي، ممكن ياخذوا 3 دقائق، ممكن ياخذوا 5 دقائق، ممكن 7 دقائق، ممكن 10 دقائق، حسب الفرن اللي عندي. اوكي. طيب حنبلش اول شيء ايش؟ بالجبنه تبعتنا. هنحط جبنه هون. حاولوا ملوا جبنه. ليش؟ لانه كل ما ملينا جبنه كل ما طلعت اسكى واسكى. اسكى. بعدين شو حنعمل؟ حنعمل هاي الطريقه تطلع معانا
بالشكل التالي. حلو. حنصفطها هون. هلا شو حنعمل؟ حنفرد كمان حبة. أمل عم بتقول لك ليه ما حطيت سبانخ ما حطيت سماق مع السبانخ؟ أنا ما بحب صراحة. والله ما بحب. أنت بتحبي ولا لا؟ هو زاكي بيعطيه حموضة. أوكي أنا حطيت. بس أنت لأنك حطيت حار. حار وهاي صراحة مش كثير. أوكي. بس بزبط يعني إذا بحبوا إنهم يحطوا. بزبط طبعاً بزبط. سماق. بزبط. أوكي. أنا ما بحبه معاه صراحة. واللي ما بحب إنه يكون حار عادي بقدر يستغنوا عن الشطة. يس. إذا في حدا يعني مثلا ست عندها أطفال ما بتحبوا بالبيت الحار عادي بتقدروا تعملوها بدون الشطة وبتكمل الوصفة عادي. يا سلام يا سلام مدير المخبز. مدير قد الدنيا طلعي فن. الله 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 الله. بس حبيت صراحة إنك أنت فكرت إنه بدنا نعمل حشوة الجبنة ونبلش نحشي الجبنة، نعمل حشوة السبانخ ونبلش نحشي السبانخ، لا، الحلو إنه إحنا عملناهم كلياتهم، جهزنا العجينة كلياتها وبعدين عشان يكون طريقة التطبيق سريعة ودارك تنحطهم بعديها بالفرن، وزي ما حكينا الفرن حسب أنتم فرنكم عالي، واطي، سريع، بطيء. هو بالعادة يعني بيكون 120 130 150 بيرفكتو. أوكي، تمام، طيب إحنا رح نطلع للفاصل، عبما أنت تكون مخلص ال فرد العجين. أوكي. ومن بعد الفاصل رح نرجع بآخر جزء من حلقتنا لحتى نفرجيكم كيف رح تطلع عنا السفرة بالنتيجة النهائية ورح نفرجيكم كيف رح يطلعوا معنا المعجنات فخليكم معنا. يعني رجعنا لكم بآخر جزء من حلقتنا وزي ما انتم شايفين بلش يطلع عنا المعجنات من الفرن، كنا احنا مجهزينهم من قبل وحطيناهم بالفرن لحتى نجهز لكم اياهم وتطلع معنا السفرة بنتيجة حلوة بنهاية الحلقة. هلا بدنا نرجع للشيف محمد ونشوف كيف رح يشكل لنا السبانخ. هو شكل لنا الجبنة على شكل السفينة، وهلا بدنا نرجع نفرجيكم كمان مرة لكل الأشخاص اللي هلا انضموا لنا، شوفوا كيف الجبنة شكلناها بهاي الطريقة. يس. اوكي اللي هي السفاين. خليها كمان شوي صغيرة. اوكي، وبس انا عم بستنى اشوف كيف تشكيلة السبانخ لانه صراحة انا ضاعت علي تشكيلة السبانخ. اوكي، وما بدنا ننسى اللي حطيناها بالفرن. يس يس. يلا السبانخ كيف؟ واحدة بواحدة. بواحدة خلص. مثلثات. اوكي. يس. طيب وكيف بدك تميز البطاطا عنها؟ ايه؟ البطاطا. هلا بفرجيك البطاطا شو رح نعمل. بنقدر نختار احنا الاشكال اللي بدنا اياها. بدنا اياها. الروائح. الروائح الروائح. الله. طلعت معنا هدول. بدك تحطهم على هاي؟ يلا. يلا اعطيني ارتب لك اياهم. الله. مع بعض. حبيت. هاي السبانخ. انت رتبيهم عبال ما ايش نخلص البطاطات. كنا نوقعهم مش نرتبهم. يلا اوكي هيك صاروا جاهزين عنا الجبنه والبطاطا والسبانخ. يس. هلا رح نعمل ايش البطاطا. طب ما بدنا نقربهم كثير على بعض، وفي شغله كثير مهمه وهي انه احنا ايش ما بدنا نيجي نخلص لازم ندهنهم بشيء. ايش هو الشيء؟ يا اما بنجيب حليب عادي ونبخ عليهم، يا اما شيء كثير مهم وهو انه احنا بنجيب بيض بنحط معاه شويه فانيلا عشان ما تعطي طعم زنخه وتعطي لون كثير حلو على الايش على المعجنات. يس. اوكي هذول خلينا نخليهم يرتاحوا شوي صغيرة ونفرجيكم يأ. ايش فرجينا البطاطا. بس كيف بدنا نعمل البطاطا. البطاطا صراحة غريبة جدا. ليه من اي ناحية؟ كثير بحبها. هلا فرجيك الشكل صراحة. يلا ورجينا. اهم اشي هاي الزتة انا بحبها. ايش هي؟ الزتة. الزتة. ما هو لما يكون عندك شغل كثير بدك تطير انت، فهمت علي كيف؟ بدك تأسرع. والمفروض يكون في حدا، احنا بالعاده بنشتغل مطاعم هيك، المفروض في حدا بس بيفتح وفي حدا بس بيعبي وفي حدا كل حدا. ايش قصدك يعني؟ له بروسيس. انا مش ايش قصدك؟ ما انا اشتغلت وعبيت بالفاصل. بساعد. اوكي يلا البطاطا. البطاطا المفضله للشيف محمد العليان. يس حنحط هون بطاطا. اوكي هون بطاطا. هون بطاطا. شو هنعمل بعدين؟ شو هنعملهم نفس السبانخ. واحد اثنين ثلاثة. وبعد ما نخلص شو نعمل؟ ايش نعملهم هيك؟ لا
طلع كيف. بعدين ايش بنسوي؟ ندحشهم هون. شو بيطلع معنا؟ قلب حب. الله قلبي الصغير لا يتحمل. بطاطا ما بزبط ايش لازم. عن جد بتعرف لا تخرج قبل تقول سبحان الله. هاي نفس الاشي حبيت. هاي واحده بواحده، بعدين واحده هون، بعدين ايش سوينا؟ لزقنا التنتين ببعض، وبعدين ايش بنسوي؟ بنضغطهم ضغطه وخلص. طب شوي شوي عشان نركز. أكي. اول اشي اول ثانيه بعدين يمين شمال بعدين مثلث. أوكي. سكرنا زي السبانخ لهون. يس. هاي زي السبانخ. أوكي. بعدين هون ايش بنيجي بنعمل؟ هيها طلع هون بنسكر هاي على هاي. هيها هاي بنقلبها هيك. شو صارت عندنا هون؟ صار عندنا شكل برضه، الشكل هذا بيطلع. حلو. فهمت علي كيف؟ هون ايش بنسوي؟ بنعملها نضغط. هيك ضغطه. شو بصير معنا؟ قلب حب. قلب حب. طيب حلو. نعمل كمان ايش؟ كمان كمان تنتين، كمان شكلين، كمان شكلين. yes. يلا غير قلوب الحب. قد ما بحب البطاطا عملنا اياها على شكل قلب، شو بدكم اكثر من هيك؟ هلا حنجيب ايش؟ ايش؟ هلا حتشوفي. انا حسيت رح يخلط جبنه وبطاطا. عندنا حبيب الملايين، بتعرفوا ايش هو؟ ايه هو الهوت دوغ. صح صح صح، هذا حبيب الكبار والصغار. يس. عندنا سكينه كمان هون صغيره. كيف بدك تعمل لنا اياه؟ عندنا حبه الهوت دوغ هون، حنجيبها نضغط عليها، نعمل هيك هيك هيك، بعدين واو. بعدين ايش حنسوي؟ حنجيب هاي ونعمل واللي بده بحط عليها رشة سمسم. هلا سمسم ازحى كل الشغلات هدول انتم بتختاروهم، وبتقدروا تختاروا حسب انتم شو بتحبوا ايش تحطوا فيهم. ها حبيت حبيت. يس. يعني طيب. مو بدك العادة شيف محمد، ما نقدر نحكي له اكثر من هيك، بس بدنا اياك تذكرنا شو عملت لنا بحلقة اليوم يا شيف. اوكي وانا عم بدهن احكي لكم ايش حطينا عليهم. ثواني صغيره نجيب الاغراض تبعونا هون. حطينا عملنا شو اسمه، حكينا عن اسرار العجينه، حطينا مكونات جدا بسيطه وجدا سريعه، عملنا بنفس العجينه هاي اللي راح احكي او اللي حكينا لكم عنها، عجينه بتزبط للقلي، بتزبط للشوي، بتزبط لكل اشي. عملنا خلطه السبانخ، عملنا خلطه الجبنه، عملنا خلطه البطاطا على طريقه المطاعم ومحلات ومخابز، يعني عن جد مزبوطة. بس تجربوها ان شاء الله حتدعوا لي. ليش؟ لانه عن جد فخمة مش مجاملة. سلم ايديك على هالوصفات، وطبعا اكيد سفرتنا ما بتكمل من دون الزيتون والمخلل، وهلا موسم هاي الشغلات كمان، فحلو انكم انتم تضيفوها زي ما حطلنا اياهم بالصحون الصغيره الشيف محمد. احنا بنتمنى لكم بقيه نهار حلوه، ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا. لكل الاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بدايه حلقتنا، اكيد تقدروا تلاقوا كل وصفاتنا على قناتنا على اليوتيوب، كمان بتقدروا ترجعوا تفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وتحضروا الحلقه من بدايتها. مني من الشيف محمد بتمنى لكم بقيه نهار حلوه، تضلوا بالف خير. إلى اللقاء.